للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من خان يونس الناطق باسم حركة حماس حماد الرقب. أهلا بكم أستاذ حماد إلى هذه الجولة الإخبارية. بيان تفصيلي صادر عن كتائب القسام حول أحداث ليلة أمس، ما أهم ما جاء في البيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البيان وضح الذي جرى في ليلة أمس من تسلل قوات خاصة صهيونية إلى منطقة عبثان الكبيرة في محافظة خان يونس شرق المحافظة، وكان بأقدار الله أن هذه الوحدة تم اكتشافها من خلال بعض أفراد المقاومة، ويعني تمت خلال هذه المحاولة تبادل واشتباك المسلح، ثم بعد ذلك لمحاولة إخراج القوة الإسرائيلية. دخل الطيران الإسرائيلي بسرعة عنيفة جدا ونفذ أكثر من 40 غارة في المنطقة الشرقية للمحافظة. هذه الغارات نجم عنها استشهاد 7 مجاهدين واستشهاد 7 وإصابة 7 آخرين. واضح تماما أن العدو الإسرائيلي كان يخطط لشيء كبير جدا، ولكن يقظت المقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى، أحبطت عليهم المخطط الذي كانوا ينون إليه. ما زالت التحقيقات عند المقاومة جارية إلى هذه اللحظة لمعرفة تفاصيل الأهداف الحقيقية للوحدات التي كانت تحاول أن تنفذ أعمال إرهابية داخل قطاع غزة. نعم أستاذ حماد، يعني كيف يقرأ قادة الفصائل الهجوم الصهيوني بالأمس وتوقيت الهجوم بتزامن مع الرفض القاطع لحماس لصفقة القرن؟ يعني واضح تماما أن الصراع بيننا وبين العدو الإسرائيلي وطبيعة ما نعرفه عن العدو، هذا عدو لا يحترم كلمة ولا تفاهمات ولا اتفاقيات، هو عدو يعمل بمكر الليل والنهار، وتحاول الأذرع الأمنية الصهيونية أن تصل إلى المقاومة في كل وقت. لذلك الحالة الطبيعية هي أننا لا نأمن جانبه، والحالة الطبيعية أن نكون على حذر ويقظة. لا شك أن ما جرى هذه الليلة بالرغم من المصاب الذي تعرضنا له باستشهاد هذه السلة، إلا أنها كانت ضربة قوية من المقاومة في نفس الوقت للأذرع الأمنية الإسرائيلية التي عرفت أن دخول إلى غزة قد يكون متاح لكن الخروج ليس سهلا ولا يسيرا. نحن ننظر إلى هذه الجريمة على أنها ضمن المخادعة والغدر الصهيوني الذي يمارس في المقاومة الفلسطينية، والمقاومة الفلسطينية واجب عليها أن تستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حماية المقاومة. نعم، هل هناك برأيك معلومات حول الرد الذي من الممكن أن تقوم به حماس على هذا الهجوم الإسرائيلي؟ يعني مثل ما قلت لك أخي الكريم، ما زالت الحركة تتباحث مع فصائل المقاومة كل ما جرى وتجمع المعلومات. حتى هذه اللحظة التي أكلمك فيها لم ينتهي التحقيق بعد، خاصة بعد أن عثر الإخوة من الفنيين في المقاومة على أجهزة وبقايا سيارتين خاصات بالقوات الخاصة تم استهدافها، ووجد الإخوة بعض العتاد الموجود. واضح تماما أن العملية أعقد من الصورة التي خرجت في الإعلام في الليلة، وأن هذه الوحدة التي كانت موجودة وعددها كبير بالمناسبة، والتي كان من ورائها دعم بسلاح عنيف من سلاح الجو، يتضح أن وراها أهداف كثيرة. المقاومة الأصل ألا تذهب لأي قضية إلا بعد أن تجمع كل البيانات الكافية، مع تأكيدنا أن المقاومة لا تدع يعني دم شبابنا ولا أبناء شعبنا يذهب هدرا، وهي التي تقدر الطريقة التي يمكن فيها أن ترد على العدو بأعماله. حماد الرقب الناطق باسم حركة حماس كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.